السلام عليكم إخوتي وأحبائي، معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب. اليوم مع سلسلة جميلة وجديدة، رح ندرس الضمائر، ولكن هالمرة رح ندرس الضمائر مو مثل المرة السابقة، وإنما رح ندرسها بشكل مفصل قليلا. نحن المرة الماضية درسنا الضمائر كلها بفيديو واحد، رح أتركه لكم أسفل هذا الفيديو، بإمكانكم تشوفوا جميع الضمائر كلها عندنا في فيديو واحد. الآن رح ندرس كل ضمير ورح نضع جملة على هذا الضمير. رح ندرس الضمائر بالضمير وجملة هذا الضمير. أول شيء رح نقرأ الضمائر، بعد ذلك رح نقرأ جملة الضمير ونفسر هذه الجملة. عندنا اليوم رح نبدأ بضمائر الملكية. بينيم بمعنى لي أو ملكي. بينيم. سينيم بمعنى لك أو لك، مذكر مؤنث لا يوجد فرق في اللغة التركية. سينين سينين. أونون له أو لها. أونون أونون. لنا بيزيم بيزيم. لكم أو لكنا سيزين سيزين. ولهم أو ملكهم أو ملكهن أونلارن أونلارن. الآن هننتقل للجمل ونقرأ هذه الجمل نفسرها. طبعا إخوتي وحبايبي أتمنى تقرأوا معي، عندما أقرأ الكلمة أو الجملة أن تكرروها معي حتى تعودوا أنفسكم على المخارج الصحيحة، على نطق الكلمة التركية بشكل صحيح. الجملة الأولى: ضاعت حقيبتي، هل رأيتموها؟ بنيم çantam kayboldu. Gördünüz mü? Gördünüz mü? بنيم بمعنى ملكي. طبعا هذه في اللغة التركية الضمير لا يكفي، وإنما تضع لاحقة. طبعا درس الملكية بشكل مفصل رح ندرسه في دروس كتاب اسطنبول المستوى الأول. عندنا هنا الاسم انتهى بآ بأحرف صوتية، فنضع مباشرة مي. بنيم çantam benim çantam بمعنى حقيبتي. kayboldu kayboldu. kaybol بمعنى ضيع. طبعا لا، ما حدا بيأمر الثاني في الضيع، وانما مستخدم، ما حدا بيقول الثاني ضيع، ولكن مستخدم عندهم هذا الفعل بصيغه الامر، فيقولون kaybol بمعنى اختفي من امامي. kaybol kaybol. kayboldu بمعنى ضاعت. benim çantam kayboldu. طبعا هي قريبه من كلمه غائب. kayb غائب، قريبة من كلمة غائب، بإمكاننا أن نربطها بكلمة غائب. كايب بمعنى غائب. كايبولدو بمعنى الضائع. الكايب هو المفقود، بمعنى الاسم المفقود أو الشيء الضائع. كايبولدو بمعنى ضاع. طبعا أصل الكلمة عندما تكون اسم هنا في حرف أ. كايب كايب. gördünüz mü gördünüz mü. gör بمعنى الرؤية، الأمر بالرؤية. gördünüz دو للماضي، gördü بمعنى رأى. gördünüz رأيتم. mü هل. gördünüz mü هل رأيتم حقيبتي، لقد ضاعت. benim çantam kayboldu gördünüz mü. الجملة الثانية عن senin، عن لك أو لك. senin dersin ne zaman bitiyor، متى ينتهي درسك. senin dersin، senin يأتي معها لاحقة الرباعي ون، عندما لا ينتهي الاسم بحرف صوتي، لكن لو انتهى بحرف صوتي ماذا نفعل؟ نضع ن مباشرة في آخر الكلمة. مثل هنا çantam، لو كانت هنا لو وضعناها çantan senin çantan فقط ن، ولكن درس ليس صوتي، نضع الصوتي الرباعي ون. senin dersin درسك ne zaman bitiyor. ne zaman بمعنى متى. bitiyor ينتهي. bit الجذر من الانتهاء. bitmek الانتهاء. bitiyor بمعنى ينتهي هو. senin dersin ne zaman bitiyor. عندنا هنا onun. onun له أو لها. راح نقرأ: طيارته على وشك الوصول لكن أبوه لم يأتي. onun uçağı varmak üzere ama babası gelmedi. ama babası gelmedi. onun uçağı، أصل الكلمة uçak. طبعا أتعمدت وضع هذه الكلمة حتى ننبهكم أن في هذه القاعدة يوجد عندنا أنه في هذه الملكية يوجد قاعدة الكاتشب، ويتحول الكي إلى يمشك جي. onun uçağı onun uçağı طائرته. onun uçağı varmak üzere. هلا في شخص بيجي بيقول لي أنه var بمعنى موجود، لكن عندما تأتي في صياغة الجملة ربما تأتي بمعنى الوصول. varmak
لاحظنا أنه أتى بمعها بمك، دل على أنها الوصول وليست بمعنى موجود، لأنها عندما تكون موجود تستخدم var فقط، ولكن var mak بمعنى الوصول. var mak الوصول. ولهذا فنجد أن كلمة vard بمعنى كان موجودا تستخدم، وربما تستخدم وصل vard. varmak varmak üzere. üzere كلمة مهمة جدا في اللغة التركية بمعنى على وشك. üzere تستخدم مع المصدر هكذا. varmak üzere بمعنى على وشك الوصول. مثلا gitmek üzere على وشك الذهاب. gelmek üzere على وشك المجيء. مثلا uyanmak üzere على وشك الاستيقاظ وهكذا. onun uçağı varmak üzere. onun uçağı varmak üzere. ama لكن babası gelmedi. babası abuhu. تعمدت ايضا وضع هذه الكلمة، يعني onun babası. onun babası abuhu. طبعا ليس ضروريا ان نستخدم هذه الضمائر، يعني عندنا هنا مثلا بدل ان اقول benim çantam، كان بامكاني ان اقول çantam kayboldu. çantam kayboldu gördünüz mü. وهنا ايضا كان بامكاني ان اقول dersin ne zaman bitiyor، لان هذا الضمير ليس ضروري بقدر اللاحقة. اللاحقة هي المهمة في اللغة التركية، فعند وجود اللاحقة بإمكانك أن تستغني عن الضمير، ولكن لا يكفي الضمير بدل اللاحقة، فلا يمكن أن أقول أنون أوتشاك، وإنما أنون أوتشاغ أو أنون باباس أو حتى بدون أنون باباس يعني أبوه. طبعا استخدمنا سي للحماية لأنها انتهت بحرف صوتي. في حالة أنون وأونلارن نضع عندما ينتهي الاسم بحرف صوتي نضع س، سي حماية عندما ينتهي الاسم بحرف صوتي. أنون باباس جالمادي لم يأتي. قال مدي لم يأتي. عندنا قال بمعنى تعال، ما نفي الماضي، دي صيغة الماضي. قال مدي لم يأتي. الآن بزيم بمعنى ملكنا أو لنا. بزيم الشميز فار لدينا عمل، عندنا عمل. بزيم الشميز فار عندنا عمل. طبعا كما قلنا بإمكاننا نحذف بزيم ونقول الشميز فار عندنا عمل. بتريب geleceğiz. Bitirip geleceğiz. طبعا هم في صيغة الشارع كما ذكرنا شمدكي زمان يقرأ geleceğiz، يعني كأنه يستغني عن هذين الحرفين، عن هذين الحرفين، ويقول geleceğiz. geleceğiz. bizim işimiz var لدينا عمل. bitirip bitirip بمعنى لحقت up هنا لعطف علينا على بعض كأنها أداة عطف. bitirip geleceğiz بمعنى ننهيه. بتريب ننهيه. geleceğiz ثم نأتي ونأتي. geleceğiz أو geleceğiz. نكرر قراءة الجملة بشكل سريع. bizim işimiz var بتريب geleceğiz. ثم sizin لكم أو لكنا. sizin sizin vaktiniz varsa. sizin vaktiniz وقتكم. sizin vaktiniz varsa. var بمعنى موجود. سا بمعنى إذا. هي عندهم إسه، أصل كلمة إسه في اللغة التركية قريبة من العربية، نحن نقول إذا هم يقولون إسه. var سا لو كان موجودا عندكم وقت. sizin vaktiniz varsa oturup konuşalım بمعنى oturup كما ذكرنا هنا، للعطف تأتي بمعنى عطف فعلين على بعض لربط الفعلين. otur بمعنى اجلس. oturup تصبح قريبة من زمن هذا الفعل الثاني، يعني كما يكون الفعل الثاني وكما تكون لاحقة الفعل الثاني، لأن الإنسان ربما يقول هنا الفعل لم يأخذ لاحقة، فلمن هنا أتر؟ لمن هنا أتر؟ هل أنا أم هو أم نحن؟ نقول أنه يأخذ زمن الفعل التالي ويأخذ أيضا لاحقته، فنقول أترب كونوشالو بمعنى لنجلس ولنتحدث أو لنجلس ونتحدث. أترب كونوشالم. كونوشالم استخدمنا هنا كونوش تكلم صيغة الجذر. ألم إليم هي صيغة صيغة الحث أو الطلب. كونوشالم لنتكلم أو لنتحدث كما هي في اللغة العربية نسميها لام الأمر، تأتي مع الفعل المضارع في اللغة العربية. لنذهب لنقتل لنلعب لنضرب. كونوشالم
oturalım, yatalım, oynayalım. طبعا عندما يأتي oyna آخرها a فنقول oynayalım بمعنى لنلعب. oyna يضع حماية ya. oynayalım آخر ضمير. onların لهم أو لهن للمؤنث. عندنا في اللغة العربية يوجد للمؤنث لهن، لكن في اللغة التركية onların فقط. onların gözleri vardır. onların gözleri vardır. يعني onların gözleri عيونهم vardır موجودة. يعني لهم عيون. عيونهم موجودة بمعنى لهم عيون vardır. هنادر بعضهم يتساءل ما هذه؟ هذه فقط تستخدم غالب استخدامها للتأكيد بمعنى قريبة من إن في اللغة العربية. قريبة من إن في اللغة العربية. لكن أحيانا ربما تأتي بمعنى التشكيك. البعض يقول كيف تستخدم نفس اللاحقة للتأكيد وللتشكيك؟ نقول حسب الحال. مثلا عندنا قريب من قد في اللغة العربية، فكلمة قد تستخدم بمعنى حرف تحقيق، وتستخدم قد بمعنى حرف تشكيك. فأنت لو قلت قد ذهب بمعنى تحقيقي في الزمن الماضي تحقق، ولكن لو قلت قد يذهب تأتي بمعنى ربما وتأتي بمعنى تشكيكي. هنا أيضا vardır، onların gözleri vardır. هنا أنت تتكلم بشكل أكيد عنهم أن لهم عيون. ولكن أحيانا ربما يسألك أين أحمد، فأنت تقول yoldadır، يعني وتشير بيدك أنه ربما في الطريق yoldadır حسب حال المتكلم. أما görmezler، أما لكن gör بمعنى الأمر من الرؤية، مز هي صيغة نفي الزمن الواسع. görmez لا يرى، görmezler لا يرون أو لا يبصرون. طبعا في القرآن ربما هذه تستخدم أيضا كترجمة لآية قرآنية، آية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. لهم أعين لا يبصرون بها، ممكن أن تكون هذه ترجمة مناسبة لها. onların gözleri vardır ama görmezler. إخوتي وأحبائي، هذا هو درسنا اليوم. نتمنى أن ينال إعجابكم. لو أعجبكم الفيديو ضعوا لايك للفيديو. نتمنى أن تشاركوا هذه الفيديوهات لأصدقائكم حتى تعم الفائدة للجميع. إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب، سلسلة الضمائر التركية.